عايز يبقى قياس مردود التدريب. قياس مردود التدريب على ابي جوزان ممكن تنزل مطار اسود؟ ها؟ ممكن تنزل مطار اسود؟ احنا هنا في مطار عن بكره وفي مطار انت بتاخد تعمل المفروض تاخد العناوين بتاعت التنزيل. واحنا بنيجي تبعت للهيئات للاماكن اللي هم شغالين فيها. كل مدير ومدير وعام مدير عمل او اللي فوقه يشوف مردود التدريب معاه والمفروض يعمل تحقيق الكلام انا دلوقتي هو وانت المفروض تبقى عامل بري اكزام الاول بالظبط وشوف الدوره التدريبيه استمتعت في بكره ان شاء الله هتتعمل وفي يوم الاثنين اخر يوم في امتحان طب مش عملت لهم امتحان قبل؟ لا قبل طب امال ما حدش الابلكيشن ما حدش واحد بيقول حاجه انا واثق ان في ناس عندها حتى لو نظام انا كده يغسل لي ايد كده قدام الرئيس التغسيل الصح اللي احنا اتعلمناه كلنا كبار وبنعرف نغسل ايدنا اتفضل اي حاجه الميه اعملها الميه الاول الدافيه تمام دي اول حاجه ثانيا بنستعمل اذا كان في صابون بان بنمسك دور دوران كده عشان الضوافر تمام ماشي بعد كده والماء الصابون يعني ايه؟ نص دايره لا لا اسمها ايه؟ تخليل الاعظام اللي شد دكتور احمد ما بين صوابعنا يا دكتور تمام هو جاي لك ولا كل مثلا 10 سنين تحصل مره بس لا انا المفروض اخد وعمليه النظافه وعمليه الدقه في سواء على فكره بالنسبه لللبس بالنسبه للنظافه الشخصيه للايد النظافه الشخصيه هو انت لو بصينا النظافه من الايمان ما بقاش نظافه ايه؟ النظافه كلها الاول والاخرها تسهيل يعني لعدم حدوث مشكله بس عدم حدوث مشكله استباق يعني انا لو راكب الموتوسيكل بتاعي طالما شغال لا ببص على البنزين ولا ببص على الزيت ولا على الميه ده بيوقف مني اسلوب حياه اسلوب حياه ما اشتغلت طالما جوه المعمل الحيز بتاع المعمل ما تخش المعمل الا بالثلاث حاجات اللي هو السيفتي ثلاثه المعمل اللي هو البلطو والنظاره والجوانتي سلامتك الشخصيه وسلامه المكان وهو ال 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 البروفيسور يعني بيحاسبك وده ليك انت بس بيحاسبك ممكن ما يدخلكش المعمل خالص لو انا ما دخلتش فانت طالما انت داخل المعمل داخل الاطار المفروض التزم ان شاء الله.